نساء بأفكار وآراء وجلسة يحلو فيها اللقاء، جلسة ونساء الآن. مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في برنامج جلسة ونساء. دائما هذا البرنامج ليهتم بك أنت سيدتي في الدرجة الأولى وكل الأسرة الجزائرية. خلونا نرحب بهذا الجمهور الرائع. تصفيقة شباب وشابات رائعين في كل مرة يحضروا معنا ويعطونا هذاك الجو المرح في البلاطو. أكيد في تقديم البرنامج دائما تشاركني زميلتي سارة، أميرة وأمينة. يلا سارة، وش رأيك؟ مساء الأنوار، وش راكم؟ هذه تاع السعادة، مساء الحب، مساء الجمال، راكم كاع جميل. شكرا لك أمينة. عينيك عينيك الملاح أميرة، هي راهي نمبر وان اليوم. أوه عايشك عايشك. وش راكي أميرة؟ صباح الله يخليك. صباح الحمد لله. يلا احنا على بالنا في كل مرة نطلع عليهم أكيد يكونوا حاملين مواضيع يعني تهم ونقشوها ونسيوا يعني نلقاو لها العلاج أو الحلول لتلك المواضيع. اليوم موضوعنا؟ اليوم راح نهضروا على الجمال. الجمال أنا نشوف بلي هو شيء نسبي، صح ولا لا؟ ما أراه أنا جميلا ليس بالضرورة أن يراه الآخرين جميلا، صح ولا لا؟ اليوم راح نهضروا على ملكات الجمال وكيفاش يخيروهم. معانا ملكة جمال ابتسام طاهري والمنظم والكاتب والمخرج محمد رياض بعد هذا الفاصل. مرحبا بك محمد، مرحبا بك ابتسام، منورينا اليوم. شكرا ساره، منورين بوجودكم. نجي لك محمد، باعتبارك انت منظم لهذه المسابقات، على اي اساس يتم اختيار ملكه الجمال؟ يعني هي اسس عالميه متفق عليها عالميا، ما راحش نجو حنايا ونخترعوا دي كريتير جدد. اللي هي الجمال، المظهر الخارجي، عندك الذكاء، المستوى التعليمي، الموهبه، والقضيه اللي راح تطرحها بعد نيل اللقب. انا في هذه نقاطعك. نعم. يقول لك سقراط واحد النهار جا ليه واحد شباب لابس بيانا بي الى غير ذلك. واش قالوا سقراط؟ قالوا تحدث كي اراك. حنا ملكاتنا غير يهضرون ولا ما نشوفوهمش، صح ولا لا؟ صح. المستوى التعليمي والثقافي ما شفناش مستوى تعليمي وثقافي. حتى رانا نشوفوا الجامعات الجزائريه تضم شخص، تضم طلاب بدون مستوى. هذه رانا نشوفوها. وانا لما نعمل مسابقه جماليه عندي ستاج لمده اسبوع، ما راحش يخولني نكتشف ملكه جمال يعني كاخلاق وكمستوى فكري. مثلا نقدروا نبين لك جانبي الايجابي في اسبوع واحد. بصح الاجابه تاع السؤال ما تتطلبش جهد سنوات. أنا اي واحد يقدر يطرح سؤال على واحد يقدر يجاوبه، صح ولا لا؟ صح، ولكن انا مثلا راح نطرح لك سؤال تجاوبيني، انا اجابتك لقيتها في محلها، راني اختاريتك ملكه جمال، لكن بعد انا ماشي مسؤول على بعد واش يصرى ولا واش يصرى في حياتهم الشخصيه. يعني انا كمنظم نحكم طبعا مع لجنه حكم مختصه، نحكم على واش شفت في التربص وعلى المسرح. يلا احنا ما سمعناش صوت ابتسام، وابتسام يعني حازت على العديد من الالقاب داخل الوطن وخارج الوطن. بما انه ساره طرحت سؤال وقالت يعني وشنو هما المعايير اللي نلمسوهم باش نقولوا هذه ملكه الجمال، واش تقدر تقول لنا ابتسام طاهر؟
المعايير الجمال كاين بزاف، يعني كاين الثقافه، ما كاينش غير المظهر الخارجي، كاين المظهر الخارجي وكاين ثاني سي هاد لاميس ش عندها، سي كوا لوبجيكتيف تاعها، اسكو تبارتيسيبي في، اسكو عندها جمعيات، اسكو تنضم زعما الى عندها حاجات تديرهم بلوز امبورطون، قضايا، القضايا اللي راح هي تدافع عليها، اللي راح تتكلم عليها، سي توت ان بروغرام. كي نقولوا ملكة جمال ما راحش تكون بس الجمال الخارجي، زعما ماشي تدي فقط التيتر وتولي هي لا بلو بال زعما، لا لا، كاين بزاف صوالح اللي يدخلوا فيها، كاين المستوى الدراسي، كاين المستوى الثقافي، لا كولتور، كاين بزاف صوالح اللي يدخلوا فيها. كونتون دي ديجا حنايا غير بيناتنا، كونتون دي اون فام، اون فام سي با سي با غير قال هكا امراه، نو سي توت اون ريسبونسابيليتي. انت من بين القضايا اللي درتيهم ونهضتي عليهم وشنو؟ انا طول طون زعما معروفه في البيئه، انا نشطه في البيئه، منضمه لشبكه المواطنه والبيئه، نديروا دي زاكسيون انصومبل زعما سي طول طون افيك. شوفي يقول لك ابتسام، يقول لك بلي ثلاثه من الناس لا يحبون النصيحه ولا يتقبلون النقد. هكذا، مثقف مغرور، شاب مراهق، وامراه جميله. ابتسام، هل تتقبل النقد وتتقبل النصح؟ وكيفاش اوتوماتيكمون واجهوك انتقادات بزاف كي طلعتي من بيان سور؟ صح ولا لا؟ نتقبل، ما عنديش بروبليم انايا، تقبلي عادي. سارة، حبيت نعاود نولي للرياض بما أنه منظم مسابقات ملكات الجمال، حبيتك تصارحني رياض. برجولية قال تونسي، صارحني. معروف بصراحتي، بس كان مرا ونعرف. علاش رانا نشوفوا بنات يشاركوا في مسابقات ملكات الجمال بالفيلر والبوتوكس والعمليات التجميل؟ ابتسام، شوف ابتسام كيف ما هي ناتشورال. انا نحكي على نفسي، على مسابقتي اللي هي ملكة جمال الذهب، ما عندي ولا متسابقة اشتركت وهي عاملة عملية تجميل او فيلر او بوتوكس مثل ما راكي تقولي، فالرد مش عندي. بصح انا نحكي لك على كاع لي زيفينمون اللي رانا نشوفوا فيهم، ما رانيش قاعد انا مسؤول على ملك وملكة جمال الذهب. انا لما نضم انا ما راحش نقدر اكزيجي على دوتغ كونكور باش ما اكسبتوش هادو، مالغري كو سي انتردي. دونك انا عندي ما كان حتى متسابقه عامله عمليه تجميل. بصح انا شفت باللي انتيا من لي بروفيل اللي ديما نلقاوهم في الانتقادات، انتقدتي، عندك بزاف ملاحظات درتيهم على اساس الانتقاد. كنقد كمشاهد يحق لي حسب واش مطلوب. انا كي تقول لي ملكة جمال الجزائر، اسم كبير جدا، يعني فتاة تمثل عينة من الجمال الجزائري، ما شفناش ولا شيء ولا حتى كريتير اللي يخولها تكون ملكة جمال الجزائر، ماشي تهجم ولا عنصرية. اوكي، كاينين بزاف من المسابقات اللي راهم دركا ما عندهمش اعتراف. سؤالي قبل الابتسام بعدين نرجع لك محمد رياض، واش حسيتي الفرق بين المسابقات المنظمه داخل الجزائر وخارج الجزائر، خاصه انه عندك القاب عديده؟ اولا عندنا نقص في سبونسور، دونك ما عندناش الامكانيات باش ديري كونكور فريمون بروفيسيونيل ولا كونكور كيما لي زوتر بيي، هذه حاجه الاولى. حاجه الزوجه ميم كاع الا يكون كاين ان سبونسور، ما عندناش دي جون فريمون بروفيسيونيل، زعما سي غار وين تلقى دي جون فريمون بروفيسيونيل. حاجه ثالثه ثاني كي نقولوا باغ اكزومبل جي بارتيسيبي في لان دي بلو غون كونكور في لو موند، سيتي اوتر شوز، سان رين افوار، كح شراه زعما شراه يصرا هنايا، سي اوتر شوز، سيتي ان كونكور فريمون وين صح الواحد يتعب فيه. 20 jours de compétition, 20 jours de stress, 20 jours de préparation. Tu prépares, ouais, 20 jours de tnodé à 5h du matin, tu te prépares à 7h لك لك تكوني تحتها. وي لكن هنا ممكن نرجع لمحمد رياض، بالك لي سبونسور ما كنتش تلقاهم خاطرش ما راناش فريمون تبعوا المعايير العالميه لتنظيم هذه الاحداث اللي نورمالمون تمثل صورة البلاد. لا لا لا، هي ماشي قضية ما راناش نتبعوا المعايير، ولكن مازلنا، خليني نقولها لك
تفضلي. عندنا نقص ثقافة في المجال هذا. هذا واش كنت حابة. مازال الثقافة شوي مازال ما كاش اطلاع يعني على ما كاش اطلاع وعندنا نقص ثقافة. مثلا كي تروحي عند سبونسور ولا لورغانيزاتور كيما هو يروح عند سبونسور دي سبونسور اللي راهم كاينين تحط له الملف يقول لك انا جو بريفير نروح نسبونسوريزي الفوت سبونسوريزي ايميسيون دو جو سي با كوا فهمتي فوالا دونك الثقافه تاع ملكات الجمال ولا المسابقات تاع ملكات الجمال ولا تاع عروض الازياء خصها سبونسور اون با دو سبونسور. علاش محمد الشعب الجزائري الجامي عجبته ملكه من الملكات اللي خيروهم؟ جامي قنعتنا ملكه سواء في الجمال سواء في الثقافه ودائما ننتقدوا نقولوا ما تعرفش تهدر ما تعرفش كذا ما تعرفش كذا لما نراجع هذا السبب يعني هي انتقاد فيه الكثير من الحقيقه حتى ما ننكروش ونقولوا انه الشعب الجزائري يعني شخصيتهم ضديه لا هي فيها الكثير من الحقيقه لكن انا هذا هو الانتقاد اللي ما نتقبلهاش اما الباقي على راسي وعيني. صح ملي كاين بزاف ملكات اخلاقهم يخلوا الشعب يزيد ياكد باللي نظرته ما كانتش غالطه صح ولا لا؟ لا ما مشيت بنا وقضايا ما راهمش يديروا حاجات ملاح نشوفوهم يروحوا ديريكت الانستغرام لي ستوري شوفوني وين راني مع من راني واش كليت واش شربت. سمحي لي هذه ميم داخله في لورغانيزاسيون كونت اون دي اون ميس كي دات لو تيتر يا ان سويفي بوندون اون اني اون اني سوز ان بروغرام عندها ان بروغرام ا سويفر عندها مشاركات مع لورغانيزاتور تاعها كاين تروح كاين بزاف صوالح ديرهم هي دونك حنايا كاين بزاف في لي كونكور تاعنا هنايا في الجزائر ما كانش سويفي ال برون لو تيتر ويخلوها وحدها باغ اكزومبل ما ديرش بوبليسيتي ما كانش وين تروح زعما باغ اكزومبل يعيطوا لها باش دير لا بوب ولا باش تخدم في ان فيلم ولا دير حاجه كيما هكا ما كانش ال برون لو تيتر ويخلوها وحدها وبيان ميم الا كاين لورغانيزاتور مليح هي تلقيها ماشي بروفيسيونيل الي با ستريكت مي بغات تدي لو تيتر سي جوست باسكو انايا ميس او ساي سي با سا اون ميس اون ميس سي توت اون ريسبونسابيليتي ال ريبريزونت لا فام الجيريان ولا لا فام هذيك تاع هذيك البلد. انا معليش عندي اعتراض انا ضد فكره ممثل الجزائر او ممثله الجزائر الاحق بتمثيل الجزائر هو مؤسس الدوله الجزائريه الامير عبد القادر والمرأة لما لا تكون جميلة أبو حيرد أو للا فاطمة نسومر. كنت تكلمت وتحدثت على قلت أنك انتقدت إحدى ملكة جمال ودائما تنتقد جمال وأنت يعني منظم أنت كرجل جزائري لأنه كل رجل تختلف نظرة جمال للمرأة كي اللي يحبها بلوند عينيها خضورة كي اللي يحبها شعرها حلو عينها كحلة كي اللي يحبها جابونية كي اللي يحبها عينها يعني أنت كرجل جزائري كيفاش تنتقد جمال وجمال يختلف من عين رجل إلى رجل؟ لا انا ننتقد حسب المعايير يعني مش معايير ما كاش يعني لازم اللي عينها كحله كبيره لازم تكون ملكة جمال ملك كملكة جمال انا حكيت على ملكة جمال الجزائر ما عندي حتى شيء ضدها وما نعرفهاش ولا ما راناش نهضروا على شخص على شخص معين كل احتراماتنا ليها انا كي انتقدتها لانها لا تملك المعايير اللي تخولها تكون ملكة ما هي المعايير سؤال ما هي يمكن يعني سؤال انت انتقدت من ناحيه الجمال ولا من ناحيه الثقافه باش نكونوا يعني لا كما نقولوا باكيج ما ثقافه حضور عندها حضور كأحداث تمشي عندها حضور بلك لكن ثقافه ما نكذبوش على روحنا خلينا نقولها بكل صراحه جمالها مظهرها الخارجي ما يخولهاش تكون ملكه جمال هو رايه يعني هو رأيك. هذا رأي انت حر فيه حبيت تشارك لما نقول ملكة جمال انا نقول جمال يعني في كل يكون عندها في كل كما يقول المصري في كل حته جمال انا ممكن نشوف بشكل عملي يعني مسابقات الجمال اللي نظموهم في الجزائر سواء ملكة جمال الجزائر او ملكة جمال الهجار او غيره يعني كمثال فقط انا نشوف انه هذه المسابقه اذا ما راحش تعطي صوره جميله للجزائر ومن بعدين راح تقوي لنا السياحه والمجال الثقافي بالنقص منها نظنها هي تقريبا تضيع للوقت والفلوس لانه نشوف انا الدول الاخرى اللي راهي تنظم مسابقات راهي تنظم هذه المسابقات من اجل الوطن تاعها من اجل البلاد تاعها. معليش انا نرجع لك تفضل مسيو انا لما ننظم من اجل الوطن صح من اجل الوطن لكن الروتور وين؟ انا نحوس على دعم انا ولا مره خدمت ميس جولد وكان فيها سبونسور ولا مره
يعني راح نقول لك هذا هذا دليل انه الدافع تاعي انا نخدم عن حب وبحب. احنا نقولوا لما ربما تكلمنا على معايير الجمال وتكلمنا على هذه الاشياء ما تشوفهاش انه ربما ابتسامه، ما تشوفهاش ربما انه تنمر، نقدروا نقولوا ما بين قوسين لما كما شفنا خديجه بن حمو لما اخذت هذاك لو تيتغ، يعني ماهيش ليكزامبل تاعنا ولا نهضروا عليها هي بالضبط، لكن يعني نهضروا عليها لما الشعب ولا العديد من الناس هاجموها وقالوا انها ماهيش هذه اللي تمثل جمال الجزائر وكاين جميلات اكثر منها وكاين نساء جزائريات شابات خير منها والاخر، ما تشوفيش انه تنمر وكذلك يخلي ربما ملكه الجمال يعني تولي عندها عقده حتى توصلها ان تدخل في عمليه التجميل، يعني تخرج من الجمال تاعها الطبيعي وتدخل في عمليه التجميل. انا رايي الشخصي لما نقول مسابقه ملكه جمال راح يكون فيها دي جوري، سكي سور سكو جوري اللي يجيبوه على بلاه على واش علاش راه مخيرها، سوف الا كانت كاينه حاجه اخرى اخرى اساس اوتر شوز اون بو با ما نجموش ندخلوا في هذوك لي ديتاي، انا جو بو با جوجي بصح انا على بالي باللي في المسابقات الجمال كاين دي جون فريمون بروفيسيونيل مستوى يعني اعلى وهما اللي يجيبوهم باش يخيروا لاميس داكور. دونك التنمر ما كاش مجال اللي ما تنمروش فيه، اي مجال فيها اي مجال ولا قال صحفيه ينجموا يتنمروا يهضروا عليها قال ماشي عجبتنا، كل واحد وكيفاش يشوف لي شوز. انا سكو جو فوا مي باش ندخلوا تعاير باغ اكزومبل اون ميس تقولها انت دايره انت ماشي دايره مانيش عارفه قال جو سي با انا هادو جام با ترو رونتري في هاد في هاد في هاد لو سوجي. بصح انا اللي على بالي ك مسابقه الجمال كاين دي جوري وهما اللي يحكموا، سوف الى حاجه اخرى انا جو بو با ما نجمش نقول حاجه انا ما رانيش متاكده منها ولا انا ما كنتش معاهم باسكو هذه حاجه من فوقي ولا من ورايا ما نقدش. بصح باش توصلي ديري ملكه جمال توصل تدير عمليه جراحيه استيتيك على خاطر الناس هضرت، انا نشوف باللي ما عندهاش قوه شخصيتها قويه. الا توصلي صافي لا كي تسمعي هضره الناس صافي انت يا ديجا ما تقبلتيش روحك. انا نعرف باللي عندي دي جون فريمون بروش ليا وين هضرنا على الـ على الـ على هذه الجراحه الاستيتيك قنعوني باللي قال وحده عندها ان ديفو في الكوخ تاعها اللي ما راهاش متقبلاته، تروح عيوب تروح تسقمه هذا طب. بصح انا نروح نعاود نروح ندير ليستيتيك باسكو الناس ما راهاش مقتنعه بيا، انا نشوف هذه باللي شخصيه ضعيفه. صح نيشان وسام انا وياك والبنات راح نشوفوا راي الببليك اللي حاضر معنا حول مسابقات الجمال، انتم مع او ضد الخضراء ولا الحمراء؟ مع مع الشباب ضد ضد اكثر ضد ولا مع اكثر ضد بالتساوي اكثر ضد يبقى رايهم وي هذا رايي وكاينين اللي امتنعوا على اذا هذا رايكم وحنا نحترموه. انا نقول لكم بلي ما كاش مرا على وجه الكره الارضيه ماشي شابه، ما كاش مرا جزائريه ماشي شابه، الزين زين الفعايل صح ولا لا؟ وزين الاخلاق والروح، وان شاء الله كل مره نتمنى وتنمي روحها في جميع الاصعده والله لا بارتيسيبات في حتى مسابقه صح ولا لا؟ باسكو هذه تقعد هي وتقعد في دويرتها وربي يكمل لها ان شاء الله. انا نشكركم على اللي لبيتونا الدعوه، يعطيكم الصحه، نتلاقاو في فرص اخرى ان شاء الله. ان شاء الله أما أنتم مشاهدينا الكرام نروحوا نشوفوا فقرة هذا أنا بعد الفاصل مع مرحتكم. رجعنا لكم مرة أخرى باش نتعرفوا أكثر على أمينة بالعابد في فقرة هذا أنا. أمينة أنكي وجدة هيا كوراج. كلمة بايرة تقيس كل مرة فاتت 30 سنة، وانت كيفاش تتعاملي مع هذا الموضوع؟
موضوع نموت عليه، لاني انا من فئه النساء اللي تعداو سن 30 سنه، والحمد لله مازال متزوجت. دونك كلمة بايرة والله لا ما تأثرش فيا لا من قريب ولا من بعيد، لأني نظرتي للموضوع تختلف بلاك على تختلف وتندمج مع آراء نساء واحد أخرين. المرأة ماهيش بالزواج، صح الزواج هو نصف الدين، صح الزواج يكملك، بصح المرأة كي تحقق ذاتها وتحقق أمور بزاف في حياتها تاني اللي يقلبوا منها امرأة واللي يجعلوا منها تاني حاجة قيمة بالنسبة للرجل اللي راح تتلاقاه، وإن شاء الله ربي يكتب مكتوب قد قد ماشي مهلهل. باغي نسمع من عندك أغنية انت عمري. رجعوني عيني علمونا ندم على الماضي وجراحه شفتوا قبل ما تشوفك عيناي عمر ضايع يحسبوه ازاي علي. بديت بلا غام تاع لا فوا اوف، دونك سيتي با ما غام، اكسكوزي موا. شكون هي بنتك اللي ما يعرفهاش جمهورك؟ واش صرا لها مؤخرا؟ يموتوا على الأسئلة الحرجة. بنتي سموها كحلوشة، توحشتها صافي أموا ما شتهاش، هي عند الفيتيرينير مريضة شوية، إن شاء الله نكمل تورناج ونروح نجيبها. بنتي كحلوشة، بنتي قطيطة صغيرونة، وعندي زوز دراري تاني معاها، لولو وبلاك، ربي عايشهم لي. إذا كانت هذه أميرة بالعابد في فقرة هذا أنا صوتها، ما شاء الله ما شاء الله عليك أمينة. إيه بحث حلو. نروح فاصل نعود نوريك. رجعنا لكم بعد الفاصل ومعنا ضيفة حبينا نتعرفوا عليها وعلى أعمالها، السيدة المهندسة رجاء سليمان. مرحبا بك معنا في الفاصل. ميرسي بور لانفيتاسيون، ميرسي ابو توت. مرحبا بك. مرحبا بك. تقدري تهضري لنا أكثر على هذا المشروع اللي راكي بادية فيه من اللي بدا الحجر الصحي؟ هل هذا بسبب عشقك للفن أو هذا يعني نقولوا إلهام من مجال الدراسي تاعك؟ داكور، نقدر نقولوا بلي باش بديت في هذا المشروع هذا بريسيزامون سيتي ان بور هازار، سيتي زهر، باسكو جينيرالمون ان فات جو سوي اركيتكت دو فورماسيون، دونك لو ميتيي تاعي سيت ان اركيتكت. انتر تان انا فنانة، ان فرونسي اون دي ارتيست فيزوييل، سادير ما يرسمش غير على ان سول سوبور، يدير بليزيور فورم دار اون ميم تان. اون بيريود دو كونفينمون alors j'avais pas eu la chance de faire mes réserves تاع ليتوال، لو بابيي، لو كارتون، هاد لي سوبور لي موالفا نخدم عليهم. بديت نسيي في عفايس جدد، بديت نسيي على دي سوبور جدد عليا كيما لا بوتري، لا سيراميك، اكسيتيرا. ودرت باغ هازار ان ساك هكدايا تاعي قديم، حبيت نعاود نغلوكاه، ديسينيت فوقو، وتلاقيت باغ هازار اوسي مع لا بروبريتير دو لا بوتيك افيك لاكيل درت لا كولابوراسيون تاعي. عجبها لو برانسيب، ليدي هادي عجبتها، قالت لي بوركوا با هاي نديرو اون بتيت كوليكسيون تكون عندها اون توش الجيريان ونحطوها للجزائريين ونشوفو كيفاش لا رياكسيون تاعهم.
دونك ايتون ايتوديون تاركتيكتور كملت ان 2019 ومن بعد جا لو كوفيد قعدنا تما كوين جات لا نيسونس دو لا كوليكسيون دونك جيتي تري انفلونسي بار لاركتيكتور باسكو جو فوزي سا خمس سنين وانا نخدم في هذاك نقرا في هذاك لو دومين دونك واش كاع هذيك الانفلونس اللي كانت عندي كاع هذوك لي زيتود دايور لا في د الجزائر خدمت عليها بوندون 2 ans سيتي le projet de graduation تاعي هي لا في د الجزائر Du coup, j'ai donc les idées حطيتهم في الساك. J'ai trouvé que c'était un peu sympa parce que jamais on a vu un sac qui a une touche urbaine dans un sens ça, c'est de l'urbanisme, tu as un bâtiment, une ville ou quoi. Après qui habite une deuxième collection, habite نجبد روحي شويه باش ما نكازيش روحي في الاركتيكتور سولمون باش ما نقعدش يقول له اه لازم باتيمون لازم كذا sinon c'est pas le tien, c'est pas ta touche. Donc j'avais un personnage fictif généralement les artistes qui m'a par exemple l'homme jaune je sais pas si vous connaissez c'est un artiste peintre algérien عنده un personnage fictif تاعو c'est l'homme jaune c'est-à-dire il te représente bon هو عنده une philosophie derrière il قالك بلي jaune parce que il vit la misère ou c'est difficile l'Algérie etc donc chaque artiste généralement عنده une idée faire à soi عنده des personnages écrits كيما الروائيين كيما الكتاب كيما المسرحيين كيما كاع عندنا هذاك لو بيرسوناج تاعنا مون بيرسوناج فيكتيف ا مو سيتي عواوش باسكو عواوش بور مو سي ما مير سي ما غران مير سي مي كاماراد سي توت لي فام الجيريان الجيرواز الي الجيرواز الي امازيغ اون ميم تان ستادير ميم كي جي ايسيي دو ديلابوري ان بو بلوس هذاك لو بيرسوناج باسكو كان جوست ان بيتي كروكي كوم سا بعد سييت نطورو Bon, c'est pas mon domaine, je ne suis pas écrivaine ou la actrice ou là, donc c'est pas mon truc. Donc j'ai fait appel à mes abonnés sur Instagram, sur Facebook ou gars parce qu'il y a parfois قلتلهم سقسيت جي بوزي دي كيسيون قلتلهم كيفاش فولي كيفاش تيماجينيو هاد المراه كيفاش الاخر اون سي خرجنا بون فام كي جايه من السود من ليست من لو نور من لويست دو بارتو دو لالجيري كي اسونسيالمون امازيغ ستادير عندها هذيك هذيك ليدونتيتي امازيغ كي ارابو مسلمان دونك حاجه كومبلكس تري كومبلكس مي ال ريبريزونت كاع الجزائريه لالجيري عاده رجاء كل واحد كل انسان يبدا مشروع ما طموحه يبدا يكبر معاه يبدا يكبر مع هذاك المشروع انت بديتي بحقائب اليد وين كي حبيت تلحقي لي فيتمون بريت ابورتي هي ا فري دير ما بديتش بحقائب اليد سولمون باسكو قلت لك بلي اون طونك ارتيست اون ايساي ديكزيرسي سور بليزيور سوبور معناتها نخدمو في التوال نخدمو اون في لا ديكوراسيون انتيريور نخدمو بزاف عفايس ابخي لقيت بلي الحقائب اليد هما اللي عندهم كيفاش نقولوها اقبال الجمهور جاه اقبال باسكو علاش راك تيكسبريمي ليدونتيتي تاعك ماشي في اون طوال حتى يجي واحد يطبطب لك للدار باش يدخل لا ديكوراسيون تاعك باش يفهم بلي tu es intéressé par ça ou là que tu es algérien ou là ça que tu le portes تخرج سي شغل سي لو بروميير بوين دو كونتاكت نشوفك نعرف شكي لابسه نفهم الشخصيه تاعك ا بو بري دونك لقيت بلي الناس عندهم اقبال وعجبتهم هاد ليدي Du coup, oui, peut-être, bah là, quand même dans ce domaine, parce que je ne vais pas négliger le reste, parce que j'aime ce qu'on appelle le fine arts, l'art classique. Tu fais une toile, ou... j'aime bien ça. Donc, j'essaie de faire les deux. On verra. ان شاء نشكرك بزاف رجاء اللي راكي جيتي معنا شكرا جزيلا ولكن درك راح نروحوا لفقره واحده اخرى كي نرجع لكم بعد الفاصل ميرسي راح نستقبلوا معنا درس آخر من دروس العمر مع السيدة منى اللي راح تحكي لنا على كيفاش طموحاتنا ولا أحلامنا ماهيش مرتبطة فريمون بسن معين لتحقيقها نشوفوا مع السيدة منى باش نتعرفوا على حكايتها مساء الخير عليكم ونشكركم على الاستضافة اهلا مرحبا بك نورتينا الله يسلمك خذي راحتك وقعدي اهلا الله يسلمك ميرسي مرحبا فوالا سيده منى سي اون الجيرواز اللي عايشه في بلعباس وي سي سا وش داك بلعباس
اون فادير المكتوب داني من العباس. وي بديت جبت مون باك 98، درت اعلام واتصال 2 هنا في لي تي اف سي، ومن بعد شاءت الاقدار تزوجت، رحت تبعت طبيعه العمل تاع راجلي، درت بليزيور ولايه بليزيور مناطق نائيه، دونك جي ابوندوني مي ستود، جي تو ليسي ورحت. درتي اعلام واتصال سيدي؟ درت اعلام واتصال. دونك كان في راسك حلم تاع صحافه؟ درت في راسي غير نبان في لا تيلي ونهضر وندير صحافه. اون بلوس البروفيل تاعها يوالم. البروفيل تاعها الله يبارك يوالم. سلمك. بعد بون قلت لك رحت كبرت ولادي، جايو دي زونفون ربيتهم، الاج دو 37 جي روفي مون باك، عاودت كاع على اون اوتر ليسونس، عاودت قريت دار جديد، عاودت حليت اون ايكول. ريفي قلت بوركوا با، سيتادير سي با لاج كي اللي يمنعنا باش نروحوا الطموحات تاعنا. دونك عاودت كنت نخدم غير في الدار، جو فوزي دي كور بور لي زونفون دي بيتي زونفون، كانت اون ايكول اكوتي دو موا في هذه المنطقه وين كنت عايشه، عيطوا لي قالوا لي مدام بوركوا با تجي تقري عندنا، خدمت معاهم دو زون اوسي، ان جور ان ديكليك قلت بوركوا با وعلاش ماشي انا اللي نحل هذه ليكول، وعلاش هذه قاعده نخدم هكذا. كما كان الحال رحت سيدي بلعباس اون كروند في بارابور وين كنت افون، درت اون ايكول سيتادير تو تان باتي موا، ومن بعد زدت درت مركز لاطفال التوحد، وحاجه ما بعيده على ربي سبحانه. سبحانه. علاش خيرتي التوحد؟ انا حبيت نسقسيها علاش خيرتي. شوفي التوحد كيفاش خيرته، كنت خطره في الخدمه مع الخدامه اون بالي تو، جات واحد المراه مغبونه كما نقولوا حنا، جايبه معها ان اونفون، جات تسقسي قالت لي ماذا ما تعرفيش هنا ان سونتر مركز، قالت لي راني مغبونه مع هذا الطفل. قلت لها ما كاش هنا، قالت لي كوم انا شوي باد بالعباس دونك مانيش عارفه لي سونتر اللي كاينين. قلت لها ما كاش، قالت لي تاع لي تريزومي كاينين، كاين بليزيور تروك. قالت لي اطفال تا واحد ما كاش، مي تيلمون لي تي ديزيسبيري وحاكمه هذاك الطفل وتجري به، خدمت لي طلعت للدار هضرت مع مو ماري كو جو لو سالي جو لو ريميرسي باسكو كان سند ليا وي بوكو ما شاء الله. الله قلت لمو ماري قلت له علاش ما نديروش مركز لاطفال تا واحد، قال لي كيفاش انت تعرفي لهم سيتادير ان دومين ديفيسيل بوغ افوار. قلت له خلاص اون فايسيي نشوف، جي كونتاكتي دي زيرتوفونيس دي بيدياتر دي ميدسان بوغ، وكيما كان الحال وكتب ربي وحلينا ان سونتر تاع اطفال التوحد، وعندي دوكا 5 انفون 50 انفون بلوتو تاع 50 وي ان جروب دو 50 و سميه. كما نعرفوا اطفال التوحد ولا مرض التوحد، لكن قدرنا نصنفوه على اساس انه مرض، حاجه صعيبه، حاجه صعيبه التعامل معها. وعندهم سيغتان لاج واقيلا في لاكخيش واقيلا يلحقوا لسبع سنين ولا ما يزيدوش يشدون في لاكخيش. دي فوا ميم با سبع سنين، دي فوا تخوا زون كاين دي كخيش لي زاكسبت با. باسكو عندهم دو تروب دو كومبورتومون يقول لك ياثروا على الاطفال العاديين. انا حبيت نسقسيك حاجه منى، شوفي انت الله يبارك راكي رمز وراكي دليل لكل مراه راهي تشوف فينا بليك ما كاش سن معين باش تحققي حاجه. ما كاش 20 21 سنه تكوني كملتي قرايتك، 25 تزوجتي، 30 عندك دراري وخلصت الحياه. انت دليل على ان الانسان كيكون طموح ويكون حالم وعنده اهداف في الحياه يجي نهار وين يحققها. واش تقولي لكامل هاد النساء اللي راهم يشوفوا ولا محبين يديروا حاجه وعندهم بزاف معيقات ما خلاوهمش يديروهم؟ انا واش نقول لهم، واحد كيكون عنده اني دي في الراس فكره لازم يجسدها بو امبورت لاج، باسكو انا كي كنت نقرا في لافاك لاج دو 38 في الاول كانت جاتني شويه صعيبه، باسكو 38 تقراي مع لي في دو 18 و سي با دو لا ميم جينيراسيون سي با فاسيل. دي فوا نقول نروح، دي فوا نقول ما نروحش، ماما غي تقول لي لازم تروحي، سي تادير صارعت مع روحي نطيح ونوض. او ميم طون في هذيك لا بيريود جافي ان بيبي جالي اكوشي، سي تادير كنت نروح بكرشي والغربه والبعد على الاهل، سي تادير بوكو دو فاكتور دخلوا، بصح قلت لازم نلحق، لازم ندير واش في راسي، لازم سي تادير سي والدعم تاع الزوج. يعني حابه تهضرينا شويه على الدعم تاع الزوج، باسكو سي غاغ وين نشوفوا هكا زوج يدعمها ويقولها روحي وفونس ويتقول كانت تحقيق الاحلام. وي الزوج تاعي هو سي تادير ايلي كوراجو، انا خوافه انا نحشم هو اي فون، سي تادي قدم كل ما نعي نقول ما نروحش لافاك ينوض هو. تادي هذا اللي الحمد لله تحيه كبيره ليه. وي من برنامج نعاودوا نرجعوا اميره اسمحي لي برك، الموضوع التوحد واطفال التوحد ماذا بيا تحكي لنا ثاني على العراقيل، باسكو راكم وحدكم تنشطوا باش تخدموا هذه الفئه من الناس. احكي لي على العراقيل ماذا بيا نسمع العراقيل اللي راكي تواجهها كل يوم. سيتادير واحد الفئه بزاف صعيبه، سيتادير
ميم لي بسيكولوج ولي زورتوفونيست اللي يخدموا معاهم لازم يكون عندهم جو كوراج، ما كاش الماتيريال، ما كاش الامكانيات كبيره، ما كاش لي زيسباس وين تديهم، سورتو كي نكونوا ماناش في الجي تخرجيهم. حنا ميم كي كنا ندوهم دي زيكسكورسيون اون فازي دي زيفور ايمونس، سيتادير البوس ما كاش، لازم لا ديتيهم ان ماناج ولا لازم تكري هذاك الماناج وحدك باسكو ما تقدريش تخلطيهم مع انت اللي تصرفي على هذا. حنا ندوهم وي ونروحوا مع لي بسيكولوج اللي نشكرهم من هذا المنبر ولي زورتوفونيس يطيحوا وينوضوا يعطيهم الصحه ونروحوا هوي. ماري عادير ماشي سهله تخدمي مع دي زونفون اوتيست وكاين دي دوغري سيتادير كاين لور كاين المليح كاين لي ايبر اكتيف كاين اغريسيف سيتادير هو مرض التوحد عندهم مشكل في التواصل مع المجتمع تاعهم ومع الاخرين. اذا احنا ما فهمناش بلي هذاك الطفل عنده كيفاش نتواصلوا معاه وكيفاش نبداوه نعلموه الاشياء راح يضيع. صح ولا لا؟ لا عندك حاله هكا ماركاتك من اللي عندهم توحد؟ شوفي كاين ديكا راهم عندنا صافي 3 ans زعما حسينا بلي تحسنوا. مي كاين ديكا انا هذاك الطفل شوفي اللي شتو يما شتي وحده بيرديو ما عرفتش واش دير اللي بكيتو عليه قلت لماما هي قلت لي هادو نخلوهم هكا يقول لي انت تو فا شونجي لو موند واش راح ديري لهم سيتادير كي تشوفي ديكا زعما وسورتو العوز والفقر بالك حنا نحكيو على ناس ايزي يعني ياخذوا هاد لو كوتي وي فوالا شوفي لي بيرسون اللي لاباس بهم ايزي يل بوف سو بيرميتر يخلصوا ولادهم لموا ويجيبوهم كاين دي بيرسون ديموني سيتادير تقول لك لا فوجه ربي تشديهو لي نجيبو سينو جو لا غالب يخلوهم غير في الدار سوا كاين اللي تغلق على وليدها توت لا جورني تغلق عليه لي شامبر سيتادير ديكا ما عندك مت نشكرك بزاف السيده منى وان شاء الله يا ربي تكوني الهمتي بعض النساء اللي راهم في المناطق البعيده نقولوا مثلا في ولايه تمن راس تاو ادرار وغيرهم انهم لازم هم يتحركوا ويلقاو الحلول باذن الله. شكرا جزيلا. اميره حبيتها هي تحقق الحلم تاعها تقابل الكاميرا وتقول بعد الفاصل نعاودوا نتلاقاو هكا بعد الفاصل نعاودوا نتلاقاو. برافو. رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا وفقراتنا مازالها مستمره. شكون معنا سميه قولي لي؟ معنا شابه من الشابات الجزائريه واحد الطفله بزاف شابه جميله لانها هي تصنع الجمال يعني هي اللي تزيد لنا الجمال اكيد تحت تصفيقاتكم مره اخرى. نرحب بالجميله ساره اللي شرفتنا لها اليوم. ميرسي. شكرا استضافه حاجة الأولى. شتعرف صفقوا لك باش يروح لك هاد التخاك هيا تفضلي قولي لنا بلوسك معاك سارة أنا مع أنا مع سارة أون بليز قولي لنا واش ديري سارة عرف المشاهدين عليك ما يعرفوا سارة ميك اب على انستغرام ماكياج بروفيسيونيل محترفة في المكياج الدومين تاعي كل ما يخص الجمال كل ما يخص المكياج كل ما يخص التزيين كما نقدر نقولوا ثاني استاذه ثاني في المكياج و هذا واش حبيت نقول انه حضروا معنا يعني العديد من الشابات اللي خلاص يعني ولينا الان نشوفوا لما نتصفحوا صفحه الانستغرام نلقاو العديد من الشابات اللي علمونا كيفاش نماكيو وكيفاش لكن السؤال اللي يبقى دائما مطروح اسكو هل هي هذه الطرق صحيحه قراو الماكياج قراو التقنيات قراو كيفاش يخبوا العيوب قراو كل حاجه كيفاش تعلموا ولا نتعلموا ولا نشوفوا فقط الكونتور ديروا كذا ارسموا كذا ارسموا كذا لكن ساره ماشي من ربما من هاد الفتيات ساره قرات حتى خارج الوطن كنت قريتي في كندا على هذا الشيء وزدتي شهادتك هنا في الجزائر نعم واش رايك حسن قريت خارج الوطن كان ستاج خفيف ليا ما كانتش حاجه كبيره ولا بها اللي بديت بها اللي تطور الحب تاعي للمكياج وعرفت بليك عندي موهبه في المكياج بالذات كنت ديجا في لي ريزو سوسيو كنت نبارطاجي كاع واش كان يدور بالمكياج كاع واش كان يدور بالمراه كان من واش يتعلق بلا بوتي الى اخره بصح من بعد عرفت شنو هي الموهبه تاعي تاع الصح عرفت بليك المكياج هذاك واش يشدني تا باسيون لا باسيون تاعي صح فوالا لكن البنات شكون عندها مشكل في المكياج اليومي شكون يديروا فيه الساعه شكون ما ديروش كاع
اليومي والسهري والخرجي وكاع عندي مشكل مع عندك مشكل مع نعرف مع السهره كاينه ما عنديش مشكل واش تحبي ندير لك واش تحبي كاع الانواع كلش حاصله غير انا وهذا واش قالت لي ساره يعني كاين ماشي شرط نديروا الفون دو تام ماشي شرط نديروا يعني مواد بزاف في وجهنا باش نكونوا خاصه في المكياج اليومي انا نشوف بزاف بناتي يسقسيو على شوفي انا في لي ريزو هذه هي لا كيسيون اللي تولي لي بزاف المكياج اليومي المكياج الخفيف المكياج تاع الخرجه المكياج تاع الجامعه سورتو باسكو البنات قاعد يتبعوني برسك يقراو في دي ستوديون يقراو في الجامعه نقول لهم ما تكثروش الماده في وجهكم ما تكثروش لا ماتيير خصيو تكونوا طبيعيات المكياج حاجه تجي دير لكم ان بلس بوكسي ميزون بوتي ماشي حاجه اصطناعيه ولا تبدل لكم كامل وجهكم راح نشبحوا كما نقولوا باللغه تاعنا ترى درك الملامح الماكياج اللي نورمالمون كنا نشوفوه بكري في السهرات وكل شيء يخرجوا به درك لي فوسيل اي تو سا سي كوتيديان سي كوتيديان نقول لك علاش تطور بزاف العالم تاع الماكياج بكري كنا نشوفوا هاد الحوايج هادو ما غير في السهرات غير في الماكياج تاع العراس غير في ماكياج مخصص الحاجه دوكا ولينا نشوفوه في الحياه اليوميه وعلاش باسكو في الخارج خارج الوطن في كل انحاء العالم ولا المكياج الناس ولا كوميرسيال سي كوميرسيال ولات كش نتهم الموند اون فيت اي بلوز ارتيفيسيال كافون بلوز ارتيفيسيال كافون اي مع الوقت ولينا نتبعوا بزاف الترندز تاع الاترونجي ولا نتبعوا ولينا نشوفوا البنات يخرجوا يروحوا لافاك بدي فوسيل بكري هذا واش راح نعاودوا يعني نغيروا هذه الصوره اللي مالا للفتيات اللي راهم يشاهدوا فينا حبوا ربما ماكياج يومي اللي يقدروا يخرجوا به بمواد خفيفه الجامعه ساره تقدري تفضلي لانه كثرنا عليهم الهضره ما كاينش براتيك تفضلي ساره العريضه كي العاده حاضره معنا الوغ الحاجه الاولى اللي حنبدا بها كل يوم ما لازمش نكثروا بزاف الماده في وجهنا حاجه اللي نحبها انا ما نحبش ندير فون دو تان نحب ندير ان انتيسير نخفي لي باك العيوب تحت عينيا واذا كانوا عندنا عيوب واحده اخرى مثل الحب ولا نخفيهم غير شويه بلونتيسير نزيدو نديرو غيسيل بوغ باش نسقمو العينين ونجوزو ديريكتومون ساره كتهضري مع المرايا نهضر معاكم اوكي يلا حاجه الاولى حنبدا بلي سورسيل تاعها نمشطهم نسين ندير لها حاجه خفيفه ماشي حاجه دغيا مونبرونسي الان العديد ولاو يفضلوا انهم يبقاو الحواجب على طبيعتهم كاين اللي يمشطهم فقط بلا ما يدير حتى عفسه كاين طريقه جديده في هذا ات نيو ترند كيما نقولوا نمشطوهم غير بالصابون كيما يديروا بزاف هذه طريقه جديده خرجت في الاونه الاخيره يعني ما عندهاش بزاف اي سي تري ناتورال ثاني حاجه طبيعيه غير قلتي الصابون درتنا صابون صابون ترونسبارون ترونسبارون تستعملي تحطي له شويه ما تشدي الفرشات هذيك تحكيها بيان فيه ومن بعد تطلعي بها حواجبك وشغل تمشطيهم للفوق يقعدوا فيكسي ما يزودوش يعطوك لا فورم اللي حبيتيها لكن ما تعطيش هذيك الرغوه كم لا هو شفاف غير شويه هكا خاص للحواجب وكنت صبنا وساره ما يصالو والو واللي عندها حواجب معمرين تصوتي هاد ليطاب ما ديرهاش كامل دونك فوالا حنا عمرنا غير الفراغات في حواجبها دوكا ناخذ لونتيسيرم تاعي ما ننساش ثاني مرحله كنت درتها من قبل تاع الترطيب ما لازمش نساو مرحله الترطيب في كاع المكياج تاع اليومي تاعكم ما لازمش كاع تنساو مرحله تاع الترطيب ساره زعما انا راني خارجه وني مزروبه انا كيما وحده من الناس نغسل وجهي ونخرج وحده مزروبه شحال يعني تشد وقت باش ليه هكذا تكون ماكيه وتكون تباني يعني ماشي ماكيه يعني نص 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 عندك انايا باغ اكزومبل ليا نشد واحد نقولوا 10 دقائق هكاك 10 دقائق نكون فريتها غير لونتيسيرم فاراجو غيسيل ونخرج 10 دقائق بزاف
10 دقائق بزاف. صافي تقولي عفسه خفيفه انت بروفيسيونيل 10 دقائق احنا شحال؟ لا لا 10 ماشي حفسه خفيفه 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 احنا عارفين حفسه عليكم انا في ما في تولي جو ماشي حفسه خفيفه 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 باسكو اصلا راني في الميدان مي الانسان واحد اخر تقدري تقولي 5 دقائق غير ديري قسمه تاخدي سا ديبونتي الوقت اللي تاخديه باش ديري لونتي سيرم تاعك وديري الفراجو تاعك غسيل وتخرج فوالا فهمتي صراحه احنا اللي تجي معانا نديروا لها تحدي تاع الوقت اه وي دوك شويه نحسبوا لك نبداو 10 ونبداو نحسبوا ندير لها لا بودغ نفيكسيو لونتي سيرم تاعنا يلا نبداو نحسبوا لك ساره خلاص كملتي طولتي 10 اكي جست أنا هذا نروح به العرس. آه هذا هو يعني لو بذلت مجهود راح نروح به العرس. يلا بعد اللمسة الأخيرة نطلبوا من العارضة ديالنا الدور فقط للكاميرا هكذا باش نشوفوا النتيجة. محسبنا عليك سارة اليوم سلكتي. يلا العارضة تاعنا خلاص تعودت معانا. عاودي دوري برك في الكرسي هكذا باش تقدر تحكمك. هي العارضة جميلة يعني. شكرا لك سارة، شكرا لحضورك معنا لنهار اليوم، إن شاء الله يكونوا كامل استفادوا من هذه النصائح اللي قدمتيهم لنا لنهار اليوم. مشاهدينا الكرام بقات لنا آخر فقرة هي فقرة لوكان لكن بعد الفاصل. وصلنا لاخر فقره من حصتنا اليوم، نشوف السؤال اللي راح يوجه لسيدات الجلسه. راكم موجودين ان شاء الله. يخيروك بين العمل او ربة بيت، اختيارك يا ساره؟ كل عامله هي ربة بيت. اوكي. هي فيها الجانبين، انا نشوف انا نكون عامله ونكون ربة بيت، لو نقدر نوفق بيناتهم في زوج. بالك يقصدوا ما بين العمل ولا تقعدي في الدار بدون عمل؟ بدون عمل ما نقدرش باسكو انا انسانه بزاف حالمه وطموحه وقريت ووالدي يتعبوا عليا باش يشوفوني نخدم سي لا موندغ دي شوز باش نحقق ذاتي باش ما نكونش انسانه مستهلكه وفقط. وي ان شاء الله. ونقدر نوفق بين العمل ونكون ربة بيت ثاني. امينه. ربة بيت هذه انساي. تعجبني صراحه. نقدر نوفق بين العمل ونعمل شغل دار بصح لو ستاتيو تاع ربة بيت هاك ربة بيت جو ربة بيت قندوره وقعدي في الدار جو سي با مون بروفيل مي العمل وشغل الدار جو بو لو فيغ مي نحب العمل.
دروك راهي عندي خيروك بين العمل او ربة بيت. بون انا دائما نخدم. لا لا ما يقصدوش، انا على بالي المعنى تاعها يعني ربة بيت ما بين العمل وبدون عمل. وبدون عمل ما نقدرش نكون بدون عمل، لازم عمل. لازم انتي سميه. انا والله غير نقدر، انا نحب العمل وربة بيت يعني نقعد في الدار، لكن ربما لانه الكل كما نقولوا بالك نشوفها انا ولا رايي انه المراه كيكونوا عندها دراري ويكونوا عندها ريسبونسابيلتي ويكون عندها مسؤوليات وتكون ربما كبرت في العمر تحب شويه تقعد مع دارها، لانه العمل 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 دانا على والدينا، دانا على ربما ناس قراب لينا، ربما لي مالا لما نكونوا اسره انا ماذا بيا نعيشها مع ولادي ومع راجلي لي مالا. كل وقت ووقته كل عمر وعمره. لكن مشاهدينا الكرام مش نقول لكم، نقول لكم شكرا لكم على حسن الانتباه، شكرا لكم على هذا الوفاء اللي راكم تبادلونا به، شكرا على التعليقات الجميله اللي رانا نلقاوها دائما في حلقات البرنامج. نشكر جمهوري الرائع اللي في كل مره. شباب كله ما شاء الله طموح يدرسوا باش يحققوا احلامهم، ان شاء الله ربي ينجحكم يا رب، كما نتمنى لكم النجاح كل المشاهدين. كل واحد يا ربي عنده امنيه ولا عنده حلم ولا عنده حاجه حاب يحققها، ان شاء الله يا ربي يوفقه ويكون معاه. نقول له فقط ما تخليهاش حلم، خليه هدف لازم تلحق له. مشاهدينا الكرام تلقاو بكم في حلقه من حلقات جلسه ونسى في الاسبوع القادم، الى اللقاء.